تحية ريبل اكس ار بي، وما زال نرى هذه العملة التي ما زالت تتداول فوق بالنسبة لنا دعم مهم جدا جدا، مستويات ال 38 سنت، وعندي وقف خسارة مهم جدا جدا في الوقت الحالي، وقف الخسارة اللي هنا اللي عند مستويات ال 50 سنت، وده بالنسبة لي مهم جدا جدا. لو احنا لاحظنا هنلاقي ان العملة بتنزل على شكل مثلث واضح جدا جدا بالنسبة لي، نزلت على هذا الشكل لحظة، لو احنا فين نبص بس نزلنا عملنا أول ضلع بالنسبة لنا، وصعدنا بالضلع التاني، ونزلنا عملنا الضلع سي، أتوقع إن إحنا ممكن نعمل دي ونعمل إي وبعد كده نصعد، أو نصعد بشكل مباشر من المستويات دي على طول، يعني ممكن نصعد من هنا على طول نحو الهدف بالنسبة لنا اللي هو منطقة العرض المهمة اللي عند مستويات ال 72 لحد مستويات ال 75 سنت. أنا يهمني إيه في المؤشر في العملة؟ أنا يهمني آخد ضلع موازي لهذا الضلع تمام من المستويات التصحية دي، يعني ده اللي يهمني، ألاقي نفسي رايح عند المستويات اللي أنا بقول عليها اللي هي مستويات ال 75 76 اللي هي منطقة العرض المهمة جدا جدا بالنسبة لي اللي من 73 لحد مستويات 75 سنت. طبعا تفشل وجهة نظرنا تماما لو تم اختراق المثلث وتم اختراق مستويات ال 50 سنت، ساعتها تتحول النظرة بتاعتنا إلى نظرة فاشلة، ولكن حتى الآن ما زال عندنا صفقة شراء، أعتقد ده تعزز النظرة الإيجابية مع اختراق المثلث الصاعد، ويكون الهدف زي ما قلنا طبعا مستويات ال 73 إلى مستويات 75 سنت، وبالتوفيق.